مطرف يا مطرف لبيه عيونك عبد الله بن مطرف ودق الاوريو العربان يدقون الهيل. طيب هذاك يدقون في الصباح اذا قام الصباح يدقون هيل. لا الحين تطورنا يا ابو سيد خلاص ندق الحين اوريو للحلا العصريه. حق خلاص حسب اخوتي معك. طيب حددك عشان ما يطير. ما بيطير مثل الليل قرشة. شوف هذا مريح ولد الا والله يطير. انا وطاجك معليش اي خلاص. ايوه اسلم وهي مطرف نوم عيني عطنا يبي لها شله على ذا على ذا الدق ذا مشحوب عطنا مشحوب ولا منكو ايه يا من قلبي انا ما قلت قصيده اقول شلته ولا مشحوب صوتي والله العظيم تكرم مع تكرم معلي يا رجال عطنا اللي عندك يا الا اللي احنا شو ذكر اي شيء منكوس مشحوب يا من اللي قال لا شيء حبيبي اسف ازعجتك هذا خلتها ها حلو صوتك قبل لا تنام سمعته وشرح صدري وكاني شفتك. طيب هذا عشان الاوريو. طيب لو انها هيل لو هيل اي انا من لوبت ان اسوقها من شمالها لجنوبها انا اجهد انهم كذا اي والبس العقال والغترة نوم عيني وانكس الطاقية واقول ايش في روسكم كفو لين اقدموا.